مباشرة حوار عن بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بمسماها القديم مرورا إلى أن وصلت لمسماها الجديد. طبعا يعني الشغل الشاغل دلوقتي للشارع المصري المتابع لكرة القدم، بعيدا كمان عن الدوري المصري، عودة بقى أهلي والزمالك لبطولة الشامبيونز ليج الأفريقي، وكمان وجود بيراميدز والمقاولين العرب اللي ليه باع وتاريخ كبير جدا في بطولة أفريقيا، وهم الاثنين بيلعبهم في الكونفدرالية. طبعا حضرتك تعلم جيدا أن بطولة أفريقيا بدأت سنة 1965 تحت مسمى كاس كوامي نكروما الزعيم الغاني، اللي استمرت لحد ما احتفظ بالكاس دي سنة 77، الفريق العظيم اللي كان موجود في أفريقيا في الوقت ده في فترة السبعينات، وهو فريق هافيا كوناكري الغيني. وبعد كده حتى تشجع رئيس غينيا في الوقت ده أحمد سيكيتوري إن هو إشمعنى كوامي نكروما يعمل كاس وأنا ما عملش كاس باسمي، عمل هو اللي أهدى الاتحاد الأفريقي الكاس باسمه عشان يحتفظ بيه نادي الزمالك سنة 93 بعد الفوز 84 مع الكابتن محمود أبو رجيلة، والفوز 86 مع ريتش باركر الإنجليزي، والفوز 93 طبعا مع الراحل الكبير الكابتن محمود الجوهري، وكان ديف مكي كان هو وصل الزمالك لحد المباراة قبل النهائية عشان يجي بعد كده الأهلي يحتفظ باللقب مرتين، كان أولهم المرة اللي فاز بيها في 2006 أمام الصفاقسي التونسي بالهدف الشهير لأبوتريكة في الثواني الأخيرة، ثم بعد كده احتفظ باللقب لمرة تانية عشان يبقى الفريق الوحيد في أفريقيا اللي محتفظ باللقب مرتين، والزمالك احتفظ مرة وهافيا كوناكري احتفظ مرة. بطولة مرت بمعارجات كتيرة جدا يا كابتن مدحت، حضرتك تعلم إن لحد سنة 97 كانت المباريات إقصائية ما بين كل الفرق، كان الزمالك هو الأكثر تتويجا بيها في القرن العشرين، حتى أتى الأهلي وتربع على العرش 9 ألقاب. يمكن في فرق اختفت من المشهد الأفريقي بشكل كبير جدا، زي كانون ياوندي، زي هافيا كوناكري، زي أفريكا سبور، أسيك موموزا، أشانتي كوتوكو، هارتس فوك، أسامي دي، والفرق دي كانت لها باع كبير. ده يمكن سببه الأهم والأبرز إن لعيبة أفريقيا كلهم يا كابتن مدحت اللي بيعرف يباصي بس بيطلع يلعب في أوروبا، فأصبح دلوقتي البطولة مش الفرق دي معاها كل النجوم بتاعتها، بل عندهم اللعيبة بقى الصف الثالث والصف الرابع هم اللي بيلعبوا مع الفرق دي. ممتاز. وتطور بقى حتى المسمى بعد كده، طبعا تغير المسمى الى الكونفدرالية ودوري ابطال افريقيا. يعني الكونفدرالية كانت بدأت من 2004 بعد حتى المباراة الشهرية اللي جمعت بين فريقين ما بين نادي دولتين واحدة اللي هي اشانتي كوتوكو وهارتسفوك، فاز هارتسفوك في النهاية بركلات الجزاء عشان تستمر البطولة، وتتلغى بقى بطولة ابطال الكؤوس اللي كانت بدأت من منتصف السبعينات، وكان فيه برضو أندية لها باع كبير منها الأهلي اللي لعب، يعني بتكلم في 4 نهائيات متتالية 84 و85 و86 و87، وكمان في أبطال الكؤوس دي شفنا نادي المقاولين العرب مع مايكل إيفريت المدير الفني الإنجليزي اللي حقق اللقب ليهم 82. وكان في حاجة غريبة في أبطال الكؤوس يا كابتن مدحت، إن المقاولين لما حقق اللقب كان ما فسب ولا لقب محلي، كان أول ألقابه التاريخية لقب قاري، لكن سبقوا نادي قبل كده، نادي كان بيلعب في دولة غينيا اللي هو هورايا كوناكري اللي احنا بنقول عليه حورايا كوناكري، برضه لما فاز باللقب على حساب نصر حسين ضاي ما كانش حقق ألقاب داخل بلاده، ولكن كان أول ألقابه الألقاب القارية اللي فاز فيها أبطال الكؤوس. فبالتالي في بطولات اختفت زي كمان كأس الاتحاد الأفريقي، وظل مستمر لحد دلوقتي دوري الأبطال بالمسمى الحديث بتاعه، وكمان الكونفدرالية بعد ما اتوجدت من سنة 2004. يمكن حتى المقاولين اهوت ده الجيل العظيم مظبوط بتاع المقاولين العرب. مظبوط يا كابتن مدحت، ده الجيل العظيم بتاع المقاولين العرب اللي حقق البطولة في 82 وفي 83 مع مايكل إيفرت. وبالمناسبة حتى يمكن اللي بدأ معهم المشوار في 82 كان توماسون اللي حقق بطولة الدوري مع نادي الإسماعيلي سنة 67. بالظبط بالظبط، ممتاز. وحتى شوف الجمهور كله كان بيروح يساند، يعني مش يعني الجمهور ده مش جمهور مقاولين لوحده، ده اهلي وزمالك، يعني كل جماهير الكره المصريه. بمناسبه كل جماهير الكره كابتن مدحت، يمكن اكتر مباراه شهدت جماهير في تاريخ الكره المصريه اسماعيلي وجلبير، انا حضرتها وانا صغير والله، وقعدت فوق اتفرجت بين الاقدام يعني من كتر الناس ما كانت موجوده، انت طبعا والناس كلها اتفرجت على الماتش ده كتير. كان الاستاد والعواميد كلها كانت مليانه بشر، وده شيء خطير جدا، عواميد الكهرباء. تمام. وانا فوق لما وصلت كنت قصير كده وبتاع مش قادر اشوف، فوطيت عشان ما بين رجلين اشوف الملعب. حاجتين عن المباراه دي مهمين جدا يا كابتن مدحت. اول حاجه كان بيقول لك الاسماعيليه اللي كان عايز يسرق اي بيت يقدر يسرقه، لان الاسماعيليه كانت كلها كانت في الاستاد وبره الاستاد. الحاجه الثانيه الحكم الاثيوبي اللي كان بيحكم الماتش حكم بالفانيلا الداخليه بتاعته.
لان كان اتفاجئ ان هو لابس نفس الطقم بتاع الانجلبير اسود واسود، ما كانش فيه طقم احتياطي وما هوش طقم احتياطي، اضطر ان هو يقلع القميص بتاعه ويلعب بالفانيله الداخليه بتاعته عشان مباراه القوم ويفوز النادي الاسماعيلي باول الالقاب العربيه على حساب الانجلبير. كان ماتش عظيم. طبعا كان في شهر يناير سنه 1970 بالظبط.